أعرب أهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها بالأمس عبر عن سعادتهم بالمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات. وتشهد القرية تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. وقال الأهالي أن الافتتاحات توفر كافة الخدمات التي تحتاجها القرية، وهو ما يخفف العبء عليهم ويحسن من مستوى معيشتهم وصولا إلى حياة كريمة. قرية الحصص هنا طبعا تنفذ فيها مجمع خدمات على أعلى مستوى، مجمع زراعي، مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي، رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب، صرف صحي، رصف، كهرباء، انترنت، غاز طبيعي. البنية التحتية بالكامل تم تغييرها، وقدرنا نوصل لآخر بيت هنا في القرية ووصلنا له مية وصرف. بصفة عامة هنا القرية اتغيرت، اتكتب لها شهادة ميلاد جديدة طبعا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي نورنا هنا، ان هو فعلا واحد بسيط جدا زينا بالظبط. الناس كلها كانت سعيدة جدا بالزيارة، مش عايز اوصف لك مدى السعاده اللي طبعا الاطفال كانوا على السطوح بينادوا له، وهو طبعا كان متفاعل جدا مع الناس كلها، الناس كلها كانت مبسوطه. فعلا اتكتب شهاده ميلاد جديده لقرى مركز شربين بالكامل ومحافظه الدقهليه. طبعا المشروعات اللي تمت من خلال مبادره حياه كريمه مشروعات في جميع المجالات، المجالات الاقتصاديه، المجالات الاجتماعيه، المجالات الصحيه، المجالات الرياضيه، في حتى المجالات الخدميه، في جميع المجالات تمت المبادره فيها وغيرت وجه الارض. في مش قريه الحصص لوحدها، لا، في 26 قريه التابعه لمركز ومدينه شربين. يعني لو اتكلمنا مثلا عن المركز التكنولوجي هنلاقيه بيشمل العديد من الوزارات داخله اللي بتخدم المواطن وبتجعله في بوتقه او منطقه واحده فقط. ما هيدوخش زي الاول ما كان بيروح هنا وهنا، لا، ده متجمعه في منطقه واحده فقط، زي مثلا فرع لوزاره التموين مثلا، للبريد وغيرها من وزارات متجمعه في منطقه واحده، فدي بتخدم المواطن وبتجعل المصلحه بتاعته بتتم بسرعه. لو جينا مثلا للمجمع الزراعي، ده بيخدم الفلاح في مجال الزراعه، بيشمل جمعيه زراعيه، بيشمل وحده بيطريه، وبيشمل ايضا ارشاد زراعي بيفيد الفلاح في مجال الزراعه ومجال تطوير الزراعه. ايضا من المشروعات اللي تمت في قريه الحصص الوحده الصحيه اللي بتفيد المواطن، وخاصه في مجال الامومه والطفوله والطفل المصري، فبيستفيد جامد من هذه الخدمات اللي بتتم داخل الوحده الصحيه، واللي وفرت على المواطن العديد من التنقلات اللي كان بيتنقلها عشان يروح المدينه. فاصبحت القريه الان بمثابه مدينه بالنسبه للمواطن، غير الخدمات الاخرى في مجال البنيه التحتيه من مياه، صرف صحي، انترنت، خطوط للكهرباء وخطوط للغاز الطبيعي. فأصبحت القرية المصرية بمثابة مدينة الآن بعد التطور اللي شهدته في مبادرة حياة كريمة. ولذلك احنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الرائعة التي لم يحدث لها مثيل في التاريخ، وبنشكره أيضا على الزيارة اللي تمت واللي ادتنا كلنا كمتطوعين دافعية ان احنا نعمل ونجد ونجتهد بحيث ان مصر تكون أجمل البلاد، مش الكرة بس، مصر كلها تكون أجمل بلاد. وبنشكر فخامة الرئيس، شكرا فخامة الرئيس على هذه الزيارة اللي أسعدتنا جميعا، شكرا على الغداء الجماعي اللي كان معانا وحضرتك كنت معانا فيه، يعني بنشكر حضرتك شكر لا يوصف. طبعا زيارة الرئيس لها مدى كبير جدا في نفوسنا، سعادة من لا توصف. الرئيس شرفنا وقعد معانا وكلمنا وتناول معانا وجبة الغداء، طبعا ديت حاجة ما حصلتش ولا كنا بنحلم به. وغير كم المشروعات اللي الرئيس تفضل به في مبادرة حياة كريمة بتنفيذها على أرض الواقع لا ينكرها إلا كل جاحد. طبعا الرئيس عمل لنا حاجات لم نتخيلها ولم نحلم بها. اللي احنا فيه ده يا رئيس حلم، حلم يا رئيس والله، وبنشكرك شكرا جزيلا. الشعور لا يوصف. زيارة الرئيس يعني زيارة تاريخية بالنسبة لقرية الحصص، وأنا طلبت من سيادة الرئيس امبارح طلب واحد بس في المكتبة، طلبت إن يخصص يوم 1 ديسمبر من كل عام يكون عيد قومي لقرية الحصص. أولاً إحنا كان عندنا في كتب التاريخ وإحنا تلامذة وإحنا طلبة في الثانوية العامة وفي الجامعة، كان مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، لكن النهاردة النهضة اللي حصلت
في مصر وفي قرية الحصص والقرى المجاورة وحياة كريمة وفي جمهورية مصر العربية عامة يعني ما توصفش، ما اقدرش اقول مصر حديثة، بقول مصر من اولى دول العالم متقدمة حاليا. كان في الاول بيعتبرونا عالم الشعوب النامية، النهاردة احنا من الشعوب الاولى عالميا. اولا بنشرف بزيارة الرئيس السيسي امبارح للمدرسة، شعورنا كمدرسين وهيئة تدريس ووكيل مدرسة ومديرة مدرسة والهيئة التدريس بالكامل شعور لا يوصف، كنا بنستناها بقالنا سنين ومجهزين للزيارة ديت من أسبوع، ما كناش طبعا بننام من فرحتنا من زيارة السيد رئيس الجمهورية. أما الأطفال فالأطفال بقى حدث ولا حرج، يعني حاجات يعني لا توصف. يكفي إن سيادة الرئيس يمسك الطفل كده ويحتضنه ويقبله من رأسه ويسأله عن اسمه ويتكلم معاه، ده حلم من أحلام ما كناش بنحلم به. ربنا يخلي لنا سيادة الرئيس وعمل لنا حاجات عمرنا ما كنا نحلم بها ولا بعد من سنة، وما شاء الله عمل لنا المجمع ما كناش نحلم به، وزيارته ديت شرفتنا وكنا بنستناها من سنة من اتنين من تلاتة. ما شاء الله وجوده كان في وسطنا امبارح حسينا بالأب الروحي لنا، يعني حاجات جميلة ما شاء الله، عمل لنا طرق ما شاء الله مش موجودة في أي مكان، سفل لنا الطرق وسفل لنا الشوارع، عمل لنا اتلاع، يعني أنا بيتي دلوقتي على النيل، ما كناش نحلم بالكلام ده. عمل لنا المستشفى هنا ما شاء الله، جمعت خمس قرى كبيرة عندنا، عمل لنا النادي، عمل لنا المدرسة هنا ما شاء الله، والطلبة امبارح كانوا مبسوطين واحنا كنا شعورنا جميل جميل جميل، ما كناش نحلم بالكلام ده، وهو فوق في وسط ولادنا كده وبتقطع عليهم الأب الروحي لنا. الوحدة الصحية مجهزة على أعلى مستوى، جميع العيادات وجميع التحاليل الطبية شاملة، جميع المبادرات قدمت أفضل خدمات في الوحدات الصحية. حضرتك احنا بنقدم في العيادات الأسنان والجراحة والبطنة والأشعة. طبعا احنا بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي قدمت لنا حاجات احنا ما كناش نتخيل ان هي تكون موجودة في قرية زي قرية الحصص. مش قادر اوصف لك مدى السعادة اللي عند الاهالي في قرية الحصص بزيارة معالي رئيس الجمهورية. طبعا دي سايبة صدى كبير جدا عند الناس وخاصة الاطفال، ومدى الفرحة اللي هم الفرحة العارمة اللي وصلت لقلوب الاطفال الصغيرة بزيارة سيادة الرئيس، وطبعا كم المشاريع العملاقة واللي احنا شايفينه على ارض الواقع من مباني حضرتك واضحه امام الجميع، يعني اللي ما يشوفهاش يبقى فاقد البصر والبصيره. طبعا الرئيس عمل لنا كل ما يخطر على بالنا او اللي ما فكرناش فيه اساسا، وده يعتبر انجاز وانجاز كبير جدا بيحدث واحلام بتتحقق على ارض الواقع. فعلا ها هي مصر في ظل القياده الحكيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطال الله في عمره واعانه، ومن هنا بقول له انت شرفت الحصص شرف كبير جدا يا ريس، واحنا في ظهرك يا ريس، واحنا اولاد 30/6 و3/7، احنا اولاد 30/6 و3/7، وشرف كبير يا ريس وجودك في وسط الاهالي وفي وسط الناس البسيطه دي، لان احنا ناس ابسط مما نتخيل، وكان اكبر حلمنا ان احنا نشوف رئيس الجمهوريه في التلفزيون، فما بالك اما رئيس الجمهوريه يجي ويفتتح مشروعاتنا ويقعد في وسطنا وياكل في وسطنا، دي حاجه عظيمه لم تحدث في تاريخ مصر من قبل. اولا انطباعنا عن زياره السيد الرئيس ده شرف وفخر ما كناش نحلم بيه. لما قالوا لنا الرئيس جاي لكم قعدنا نقول بيننا وبين بعضينا ده هيفتحها فيديو كونفرنس، لا مش هيجي، كانت لحد اخر لحظه لحد ما جه ما كناش مصدقين نفسنا. ساعة ما جه ما عندكش فكرة ايه اللي حصل. تخيل حضرتك كنت بتحلم حلم وبتفتح عينيك لقيت الحلم حقيقة، الرئيس امامك بيتكلم مع التلاميذ، بيصافح التلاميذ، بيدعبهم، بيحاورهم، بيديهم هدايا، بيتكلم معاهم، بيتحاور معاهم، بيتواصل معاهم. اللي اتعمل في سنة ما اتعملش في 100 سنة ورا، واللي اتعمل في السنة اللي فاتت ديت مش هيتعمل في 100 سنة جاية قدام. عندنا رقم واحد مية الشرب في كل بيت وفي كل مكان، الصرف الصحي في كل بيت وفي كل مكان وفي كل بيت في أطراف القرية كلها، الإنترنت والتليفون الأرضي في جميع القرية، الغاز الطبيعي في جميع بيوت القرية،
تدبيش الترع وتبطينها، وبدل ما كانت زباله بقت سبحان الله مغير الاحوال. احنا اترفعنا من حال لحال، اتغيرت اتبدلت حياتنا كلها. عاوز اقول للرئيس كلمه، الله يكبر بخاطرك كما جبرت بخاطرنا، رفعت براسنا، رفع الله راسك بين الناس. تأثير الزيارة كان جميل جدا علينا، وكان الترحيب جميل جدا بسيادة الرئيس، وصراحة البلد كلها فرحانة من امبارح لحد النهاردة، وتقريبا ما حدش نام من الفرحة. ويعني بعيدا عن التطورات اللي حصلت في البلد كلها، كانت مركز شربين كله كان منتظر الزيارة دي بفارغ الصبر، بقالنا 15 يوم بنستنى زيارة سيادته. تأثير بالفرحة اللي ظهر على الناس ما يجيش حاجة في اللي في القلوب فعلا، وكان مشرفنا جدا، ونتمنى الزيارة دي تتكرر مرة تانية وأرضنا تتبارك بوجوده إن شاء الله. طبعا والله الرئيس نورنا جدا 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 جدا، والبلد نورت وما نامت من الفرح. وطبعا الزيارة بتاعته تأثيرها إن البلد حصل فيها شغل ما حصلش ولا كان يحصل بعد 100 سنة. يعني الرئيس لو ما كانش جه ما كانش يحصل اللي حصل في الحصص دي ولا بعد 100 سنة، ولا في الحصص ولا في مركز شربين كله. والله والله البلد كلها ما نامت من الفرحة، مبسوطة جدا 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 وفي غاية السعادة. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الحصص تعتبر إنجاز في حد ذاته. يعني نسات الرئيس إنه يجي قرية من مركز شربين على مستوى الجمهورية، دي يعتبر حاجة عظيمة وإنجاز بالنسبة لقرية الحصص. وطبعا الحصص طورت عن الأول كتير بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة للغاز والنت، وفي مجمع خدمات بيخدم المواطنين الحصص واتباع الحصص، وفي مجمع زراعي وفي وحده بيطريه، والحمد لله اتطورت. طبعا الوحده الصحيه بقت احسن من الاول بكتير، وبقى الحمد لله كل شيء في الحصص متوفر، وعايشين الحمد لله فراحه ويسر وكل شيء تمام الحمد لله. ونشكر سياده الرئيس على زياره، وندعو تاني ان هو يجي للحصص تاني ان شاء الله مره واثنين.